الحكايه ديال الحزب الاداري لا تعني شيئا اليوم. حنا في ديك الوقت راه ماشي حنا اللي كنا كنهضروا مع الاداره، بالعكس حنا ملي نشرنا البلاغ ضبط الاداره وتحملنا. وحنا ارتأت الاراده السياسيه في بلادنا انه ازاء الكتله يتنشا واحد التكتل اسمه الوفاق الوطني. كون كنا حزب اداري كنا غندخلوا لهذا الوفاق الوطني ونمشيو حيط مع الناس. رفضنا ندخلوا لهذا التكتل السياسي. كون كنا حزب اداري كان خصنا نمتثلوا. فهل تعتقدون انتم بعد شباب الحزب واخواننا في كثير من الاحزاب خاصه في العداله والتنميه ان الحزب اللي يقوم بهذه التضحيات وبهذه المواقف هو شي حزب يمكن نطلقوا عليه حزب الاداره؟ انا شخصيا لا اعتقد ذلك، ومن باب التعفف ما نقولش شكون اللي كيتواصل وشكون اللي كيتصل مع الاداره وشكون اللي كان كيشتغل معها في ديك اللحظه. احنا اليوم من خلالكم نواصل مسار حزب حاول دائما ان السياسه تمارس بينه، ان السياسه تمارس باخلاق. ولكن اليوم كده اللي خصل واحد الوقت اللي كيخص نقولوا فيه الحقائق للناس، لانه نخبه توزع صكوك الغفران. هذا وطني، هذا ماشي وطني، هذا حزب اداري، هذا ماشي حزب اداري، هذا حزب ديال الاغنياء، هذا حزب كذا.